maintaining blood glucose level. اللي شخص ولا ما ياخذ كربوهيدرات ياخذ meal rich with carbohydrate تقريبا 70% of glucose راح ينتقل خلال portal circulation. زين بعدين شو راح يصير بهذا الجلوكوز؟ مثل ما تعرفون جزء من عنده راح يصير له oxidation يعني يصير له glycolysis, وجزء من عنده راح يتحول as glycogen وينخزن بالليفر ينخزن بالمصل, والاكسس amount of glucose راح يصير لها storage يعني اول شيء تتحول للفاتي اسيد والترايجليسرايد اللي بعدين تنخزن as fat بالاديبوز تشو. هاي امتى؟ في حالة الفيد ستيت, يعني جزء من الجلوكوز راح يصير له glycolysis اوكي, الاكسس amount تتحول as glycogen يصير له storage, والاكسس اماونت الاخرى راح تتحول للفاتي اسيد والترايجليسرايد اللي بدورها بعدين راح تنخزن بالاديبوز تشو. زين في حاله الفاستنج ستيت, الفاستنج ستيت يعني بدي يحتاج انرجي, هنا شنو يبدي يصير عندي؟ شنو راح يصير؟ راح يصير شنو؟ طلاب بدون جابوني شو يصير بالفاستنج ستيت لما بدي يحتاج انرجي؟ جلايكوجينولايسيس. اوكي جود. بعد ترى ممكن يتم تحويل الفري فاتي اسيد الى جلوكوز. اوكي يعني يبدي شنو يصير عندي؟ جلايكوجينوليسيس مثل ما قالوا زملائنا. اوكي بعد شنو يصير عندنا؟ جلوكونيوجينيسيس, سينثيسز للجلوكوز من اذر ماتيريال, من اللاكتيت, من البايروفيت, من الجلوكوجينيك امينو اسيد. بعد شنو يصير عندنا؟ لايبوليسيس. لايبوليسيس يعني بعض التشو او الاورجان تستخدم الفاتي اسيد او الكيتون بودي از ا سورس اوف انرجي, مو صحيح؟ مثلا البرين يستخدم الكيتون بودي as source of energy. زين البرين مثل ما تعرفون طلابك وشغلة مهمة بالنسبة للبرين وبالنسبة للليفر, انه الترانسبورت او خلينا نقول الانتري او الباسجز اوف جلوكوز للبرين وللليفر indirectly affected by insulin. يعني كل ما يكون الكونستريشن اوف جلوكوز, يعني كل ما يكون الاكسترا سيلولر جلوكوز كونستريشن عالي, كل ما راح يصير شيفت للجلوكوز توارد ليفر and توارد برين. برأيكم ليش هاي الشغلة؟ يعني ليش البرين يعني إيه يصير هذا ترانسبورت الجلوكوز للبرين بهاي الطريقة؟ أكو أحد يقدر يجاوبني؟ دكتور لأنه unable to synthesize glucose and unable to store glucose and need glucose for good. البرين cannot be synthesize the glucose, ما يقدر يسوي ميتابوليزم غير الجلوكوز والكيتون بادي, ما يقدر يسوي نستورج للجلوكوز أوكي, فبالتالي هو يعتمد بشكل رئيسي على الجلوكوز والكيتون بادي. ومثل ما تعرفون انه الهايبوغلايسيميا, احنا نخاف من الهايبوغلايسيميا لانه يسوي لبعض الاحيان نيورونال دامج, الريفرسبل نيورونال دامج اوكي. هاي هنا عندي الفيجر توضح لكم اللي تكلمنا عنه بالفيد ستيت والفاستنج ستيت. شخص لما ياخذ جلوكوز شنو راح يصير بيه؟ جلايكوليسيس, ينخزن از جلايكوجين, والاكسس اماونت من عنده تنخزن بالاديبوز تشو, وبعدين البدن من يحتاج انرجي يبدي يصير العكس, جلايكوجينوليسيس, لايبوليسيس, جلوكونيوجينيسيس. هاي معلومات اعتقد كلها مره عليكم سابقا. زين ننتقل لموضوع اخر اللي هي الهرمونز كونسيرند وذ جلوكوز هوميوستاسيس. منو هذه الهرمونز باللاب اللي هي العلاقه بالجلوكوز هوميوستاسيس؟ والمضادات الانسولين الجلوكاجون الكورتيكوستيرويد جود, بعد الادرينالين كورتيزول, هاي اللي نسميها الكاونتر ريجولاتوري هرمون. صحيح الانسولين طلاب مثل ما تعرفون شو يسوينا بالنسبه للجلوكوز ليفل؟ دكتوره شو يسوي للجلوكوز ليفل؟ يعني شخص لما ياخذ جلوكوز يكون عالي موجود بالبلاد ستريم, شنو راح يصير للجلوكوز؟ شو يسوي للانسولين دكتوره؟ يقلله من البلاد ستريم وحوله للخلايا. Good. الانسولين راح يسوي لنا lowering glucose level. By which mechanism شو يسوي؟ راح يزيد glucose uptake, يزيد glycolysis, increase glycogen synthesis, increase protein synthesis. بينما بنفس الوقت شو يسوي؟ stop أو inhibition للgluconeogenesis, glycogenolysis وللipolysis والketogenesis. Okay. فبالتالي الانسولين يعني راح يقلل لنا glucose level. بينما هذه الهرمونز اللي ذكرتوها اللي هي الجلوكاجون, الجروث هرمون, الادرينالين, الكورتيزول, شنو تشتغل؟ شنو يكون الاكشن مالتها؟ شنو قلنا؟ شو يكون؟ دكتوره اذا من خلايا البلاستيك عكس الانسولين, انتاغونايز ذا اكشنز اوف انسولين اوكي, انتاغونايز ذا اكشن اوف انسولين. اذا الانسولين هو لورينج جلوكوز ليفل, هذه بالعكس الهرمونز راح تزيد الجلوكوز ليفل, انكريز جلوكوز ليفل. زين
اكو حالات انتبه لها يعني، لا تجيكم كيس او اجيب لكم في السؤال تنتبهون، مثلا من اجلكم شخص مثل patient with acromegaly اوكي، فتجون تذكرون الاكروميجالي يا هرمون زايد عنده يا دبريك growth هرمون، فشنو اتوقع شو يكون عنده الجلوكوز ليفل؟ اتوقع يكون عنده هايبرغلايسيميا اوكي، هايبرغلايسيميا. زين اذا اقلكم patient with فيوكروموسايتوما، فيوكروموسايتوما يا هرمون يزيد عندي زياده بالادرينالين، ادرينالين، فشنو اتوقع عنده ايضا زياده بالجلوكوز ليفل. اقلكم patient with كوشينج سيندروم، زياده بالجلوكوكورتيكويد، بالكورتيزول، فبالتالي شنو راح يكون عنده ايضا يعني انكريز جلوكوز ليفل. فانتبه مثلا اكروميجالي، فيوكروموسايتوما، كوشينج سيندروم، انتبه يا هرمون راح يزيد بهذه الحالات. فبالتالي هاي الحالات او مثلا نقول هذا الكيس شنو يعني مفروض يكون عندهم زياده بالجلوكوز ليفل او ديكريز، مفروض يكون عندهم زياده بالجلوكوز ليفل هايبرغلايسيميا اوكي، لان ذكرنا انه هذه الهرمونز راح تشتغل اوبوزيت تو ذا انسولين. زين اذا اقلكم ديورنج ستريس، ديورنج ستريس شنو تتوقعون الجلوكوز ليفل ديورنج ستريس؟ طبعا مو شرط هذا مثلا، قد يكون شخص يعني عنده مايوكارديا انفاكشن، سيرجري، هاي هم كلها تسوي ستريس. زين شنو اتوقع عنده شنو زياده باي ويتش هرمون، وش راح يصير عنده الجلوكوز ليفل؟ زياده بالكورتيزول، الكورتيزول والادرينالين، وش راح يكون عنده اتوقع؟ هايبرغلايسيميا. ذكرت لكم هسه تيبل بالنهايه انه شنو الحالات اللي ممكن تزيد الجلوكوز ليفل وشنو الحالات ممكن تسوي لنا لورنج للجلوكوز ليفل. فمثل هيك حالات الفيوكروموسايتوما، كوشينج سيندروم، في هذه مثلا الاكروميجالي، مثلا ديورنج ستريس، اتوقع مثلا يا هرمون راح يزيد وبالتالي راح يكون الشخص عنده زياده بالجلوكوز ليفل، لان قلنا هذه تشتغل هي عكس الانسولين. زين ننتقل للديزيز الموست امبورتنت ديزيز اللي هو له علاقه بالجلوكوز هوميوستاسيس اللي هو الدايابيتس ميليتس. الدايابيتس ميليتس طلاب مر عليكم محاضرات اعتقد يعني سابقه وبالسنين السابقه. الدي ام از ا كرونيك ميتابوليك ديزيز كاركترايز باي اليفيتد بلازما جلوكوز ليفل ايذر از يعني الكوز مالته اما انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس او كومبينيشن اوف بوث. التايب اوف دي ام مر علينا ايضا، اكو تايب 1، وي هاف تايب 1 تايب 2، واكو اذر اللي هو سكندري دايابيتس ميليتس اللي قد يكون سبب يعني دراج، بنكرياتيك ديزيز، فد اندوكراين ديزيز. هاي ما يعني نركز عليها هواي، نركز على التايب 1 والتايب 2. التايب 1 والتايب 2 ايضا يعني مر عليكم شنو الاختلافات البسيطه بيناتها. التايب 1 اللي هو انسولين ديبندنت، والتايب 2 هو انسولين اندبندنت. التايب 1 اللي هو الكوز مالته يكون اوتو اميون ديزيز، يعني هو انتي بودي اجينست البيتا سيل اوف بنكرياس، بينما التايب 2 اللي هو يكون مشكله عندي بالريسبتر يعني فاميليال، يكون هو فاميليال وذ اوبيسيتي. زين تايب 2 يكون اكثر شيء بيمن يصير باليونج، بينما التايب 2 اللي يكون بال يعني الاولد ايج والادلت. اوكي هاي كاختلافات بسيطه بيناتهم ما راح عليكم هواي. احنا اللي يهمنا طلاب اليوم راح نركز على الدياغنوسيس اند مونيتورينج اوف دي ام، شلون نسوي دياغنوسيس للبيشنت وذ دي ام والمونيتورينج ايضا. الدياغنوسيس طلاب اول شيء يعني لما اجي اسوي دياغنوسيس للبيشنت لازم انا عندي شغلتين مهمه انتبه لها، هل البيشنت مالتي سيمبتوماتيك اور اسيمبتوماتيك؟ طلاب انا جاي اسرع لو جاي تفهمون علي دكتور شويه بطئ اذا تقدرين. اوكي لما اجي اسوي دياغنوسيس للبيشنت وذ دي ام انتبه شغلتين مهمه، هل البيشنت مالتي سيمبتوماتيك عنده سيمبتوم اوف دي ام اور اسيمبتوماتيك؟ السيمبتوم طلاب مر عليكم ايضا بوليوريا اللي هي البوليديبسيه، بوليفاجيه، وبعض المصادر تذكر الويت لوس. اوكي فاذا البيشنت مالتي عنده وحده من هذه السيمبتوم اوف دي ام عمود اسوي له دايجنوستس لازم اقيس له وحده من هذه القراءات، اسوي له الفاستنج بلازما جلوكوز. إذا كانت قيمة الفاستنج أكثر أو تساوي 7 ملي مول بير لتر اللي هي تعادل 126 ملي جرام بير ديسي لتر، هذا شخص على أنه ديابتك. أو نقيس للراندوم بلازما جلوكوز، إذا كان قيمة الراندوم أكثر أو يساوي 11.1 ملي مول بير لتر اللي هي تعادل 200 ملي جرام بير ديسي لتر، أيضا شخص على أنه ديابتك. أو نقيس للHbA1c، إذا كانت قيمة التراكمي الـ HbA1c
أكثر أو يساوي 6.5% أيضاً شخص على أنه ديابتك. فأنا شنو أحتاج إذا كان عنده سيمتوم؟ أحتاج single reading. طبعاً أنا هذا الحكي اللي أتكلمه اللي هو حكي مصدركم اللي هو clinical chemistry crock ويعتمد على الـ WHO. إذا تقرون في مصادر أخرى تلقون بعض اختلاف بالقيم أو أكو يعني هذا كل كتاب وكل مصدر يعتمد على فد guideline معين. أنا أسأل مصدر مالتنا هو clinical chemistry crock والقيم المقضية مال WHO. فخلي يكون يعني ببالكم مثلاً القيم المقضية مال WHO. فهسه الـ patient إذا عنده symptom of GM أحتاج أقيس لوحدة من هذه يعني أسوي لـ MR fasting أو random OHB1C أحتاج single reading. زين إذا كان الـ patient asymptomatic ما عنده symptom هذه of GM هنا شنو نسوي طلاب إذا كان asymptomatic؟ أيضا نقيس لـ fasting وإذا كان fasting أكثر أو يساوي 7 مليمول per liter اللي هي تعادل 126 أو نقيس لـ HbA1c إذا كان أكثر أو يساوي 6.5 أيضا الشخص على أنه ديابتك. بس هنا شنو أحتاج؟ أحتاج 2 repeated reading. يعني إذا كان patient asymptomatic ما عنده symptom of DM هنا ما أستكفي بريدينج واحدة مثل السابق، هنا نحتاج 2 repeated reading. يعني قس لـ fasting وطلعت قيمة الـ fasting abnormal value أعيد للـ fasting، قست للـ HbA1c ولقيته abnormal أكثر من الطبيعي أعيد للـ HbA1c. بس هنا شنو طلاب؟ نعيد نفس الريدينج. يعني أنا مثلا مو قست للـ fasting ولقيته abnormal عفو سوري وروح أقول أسوي غير تيست. يعني الجايد لان يقول إنه هو لازم نعيد نفس الريدينج، نفس التيست اللي سوينا two repeated reading. أوكي فهسه إذا كان patient symptomatic نحتاج single reading يا أما fasting أو random أو HbA1c. إذا كان asymptomatic نحتاج two repeated reading أيضا نقيس للـ fasting أو الـ HbA1c. طبعا بالمصادر الحديثة ظلوا ما يخلون الراندوم ضمن الـ يعني الـ diagnosis إذا كان شخص asymptomatic، أكثر شيء يعتمدون على الـ fasting والـ HbA1c. أكو بعضهم يذكرونه مصادر ومصدر يعني حديث إنه ما يذكر قيمة الراندوم. وتعرفون هاي شلون تحولون المليمول للمليغرام، نضرب فاكتر نضرب فيه 18 الفاكتر حتى أحوله للمليغرام. هاي القيم المفروض تحفظوها، يعني مثلا تجيكم كيس تقول لكم شخصوا لي هذا البيشنت المفروض تحافظين هذه القيم، قيمة الفاستينج والراندوم والاتش بي اي 1 سي. اوكي هسه اذا كان سيمتوماتيك فهمنا، واذا اسيمتوماتيك زين. بعض الاحيان تطلع لي قيم ان بتوين نسميها اكويفوكال كيسز، يعني لا هو ضمن النورمال فاليو حتى اعتبره نورمال ولا هو اب نورمال فاليو واعتبره ديابتك. اوكي فهذول الأشخاص شنو نسوي لهم؟ مفروض نسوي لهم فالتيست نسميه Oral Glucose Tolerance Test. زين هذا الشخص شنو نقول له؟ نقول له المفروض إنه يعني يكون fasting. زين وأول ما يجي للمركز يقيسوا له الجلوكوز وهو fasting يعني at zero time، وبعدين ينطونه محلول 75 جرام of glucose ب 300 مول water ويبدون يقيسوا له بأوقات مختلفة. اللي يهمنا بالتشخيص اللي هو لما يكون fasting وafter two hour، يعني يقيسوا له ورا نص ساعة ورا ساعة ورا ساعتين. اللي يهمنا اللي نقدر نحدد ونشخص اللي هو at fasting time ورا two hour. شنو يقول المصدر مالتنا؟ يقول إنه إذا قسنا له at fasting time after two hour وشفنا إنه قيمة fasting أقل من 6.1 والtwo hour أقل من 7.8 فهذا هو شخص normal ما عنده DM. زين إذا قسنا لو كانت قيمة الفاستينج أكثر أو تساوي 7 مليمول بير ليتر أو قيمة الأفتر 2 أور 11.1 أو أكثر من 11.1 فهو ديابتك. زين إذا كانت قيمة الفاستينج أقل من 7 لكن أفتر 2 أور ما بين 7.8 إلى 11.1 هذا نعتبره impaired glucose tolerance. زين وإذا كانت قيمة الفاستينج بين 6.1 إلى 7 لكن after 2 hour أقل من 7.8 هذا اعتبره impaired fasting glucose. يعني هذول الـ impaired glucose tolerance والـ impaired fasting glucose طلاب هم pre-diabetic، هم not diabetic لكن pre-diabetic in a future risk to develop diabetes mellitus. أوكي أسأل هنا واضح ماما طلابي؟ واضح
بارح دكتور عيدي بصورة سريعة شوية أعيده. لما أجي أسوي دايجنوستس للدي أم أحتاج شغلتين مهمة أنتبه لها، هل البيشنت مالتي هو سيمتوماتيك أو أسيمتوماتيك؟ أوكي، هل عنده سيمتوم أو أسيمتوماتيك؟ إذا كان عنده سيمتوم اللي ذكرناها بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا أو ويت لوس، هنا أنا أسوي الفاستينج فينوس بلازما جلوكوز. إذا كان أكثر أو يساوي 7 ملي مول بير لتر فهو ديابيتك، أو نقيس للراندوم بلاد جلوكوز إذا كان أكثر ويساوي 11.1 فهو ديابيتك، أو نقيس للHbA1c إذا كان أكثر أو يساوي 6.5 فهو ديابيتك. أوكي، واحدة من هذه الريدينج نحتاج سينجل ريدينج. إذا كان أسيمتوماتيك ما عنده سيمتوم أو دي أم، هنا شنو نحتاج؟ تو ريبيتد ريدينج. يعني نقيس أما الفاستينج إذا لقينا أكثر أو يساوي 7 ملي مول بير لتر، أو الHbA1c وشفنا أكثر أو يساوي 6.5 فأيضا نشخص على أنه ديابيتك. بس شنو نبهتكم عليه؟ نحتاج تو ريبيتد ريدينج، نحتاج قراءتين ومن نفس التيست اللي احنا مسوينه. زين، بعض الأحيان تطلع قيم إن بتوين، يعني لا هي ضمن النورمال فاليو ولا هي ضمن الأبنورمال، يعني نسميها إكويفوكال كيسز. أوكي، بهذه الحالة شو نسوي لهذا الشخص؟ نسوي له أورال جلوكوز توليرانس تيست. أورال جلوكوز توليرانس تيست يقولون لي يعني الشخص أنه يكون فاستينج، يعني من يجي هو فاستينج يقيسون الجلوكوز ليفل at zero time، وبعدين يعطونه فد محلول هو 75 جرام جلوكوز 300 مل ووتر، ويقيسون له بأوقات مختلفة. اللي يهمنا هذا التيبل من عند الجران الشخص اللي هو لما يكون فاستينج وافتر 2 أور. فإذا كانت قيمة الفاستينج أقل من 6.1 وافتر 2 أور أقل من 7.8 هو نورمال. زين، إذا كان فاستينج أكثر أو يساوي لنا 7 وافتر 2 أور 11.1 أو أكثر فهو ديابيتك. إذا طلعت القيم مات الفاستينج أقل من 7 لكن الافتر 2 أور بين 7.8 وال 11.1 فهو impaired glucose tolerance. وإذا كان الفاستينج بين 6.1 إلى 7 والافتر 2 أور أقل من 7.8 فهو impaired fasting glucose. يعني شنو قلنا؟ هذول نسميهم pre-diabetic، يعني هم بالمستقبل راح يكونون DM risk to develop diabetes mellitus. بعد يبقى بعدهم شلون يغيرون لايف ستايل مالتهم، مثلا الطبيب يعطيهم فد تريتمنت مثلا ممكن يعني يساعدهم، هاي بعد تقيم الطبيب. زين، ساعدي سؤال لكم طلاب، إذا هو شخص أسيمتوماتيك لعدها ليش أقيس الفاستينج أو الـ HbA1c؟ أكو حد يقدر يجاوبني؟ أمامه؟ إذا شخص هو أسيمتوماتيك ليش أقيس لأنا الفاستينج أو HbA1c؟ أكو أحد يقدر يجاوب ماما؟ دكتورة لأنه هو أسيمتوماتيك، أنا أسيمتوماتيك ما عندي سيمتوم، ليش رايح أسوي الفاستنج والإتش بي وانسي؟ ليش يسوي لي أصلاً؟ بيا حالات ممكن هو أسيمتوماتيك بس نسوي له مثلاً. ترى مثلاً شنو عنده مثلاً؟ إذا مثلاً عنده فاميلي هيستوري، صحيح؟ يعني دكتورة فاميلي هيستوري أو يعني. وضع شنو ممكن؟ ممكن. نعم. إذا عنده family history أو إذا مثلاً هو accidental مثلاً رايح يسوي مجموعة من التحاليل، عنده فد مثلاً فد يعني فد عمل معين، طلبوا من عنده تحاليل فد يعني جاي يسوي فد routine analysis وطلعت عنده واحدة من هاي القيم abnormal. أوكي، فهنا شنو بحاجة لازم يسوي؟ لازم شو يسوي إذا طلعت abnormal وهو ما عنده symptom؟ دكتور الحال internal medicine. مثلا اجيب لكم كيس اقول لكم شخص راح يسوي مجموعه من التحاليل فد روتين اناليسيس او هو عنده فد فاميلي هيستوري اوف دي ام مثلا، او مثلا اكسيدنتالي طلعت يعني سوى تحاليل اكسيدنتالي طلعت قيمه مثل فاستنج اكثر من 7، شنو المفروض اسوي؟ شو تقولوا لي؟ اقول لكم شنو النكست ستيب؟ شو تقولوا لي نبدي يعني مثلا شلون ماما؟ أقول نبدي كورس علاجي يعني على مود. لا شلون نبدي كورس علاجي؟ قلنا إذا هو أسيمتوماتيك نقدر نسوي قراءة ثانية؟ يعني لازم نعيد الريدينج ماما تقولي. إي مو أنا قلت لك إذا هو أسيمتوماتيك وطلعت واحدة من القيم أبنورمال، أنا ما أقدر، يجوز هو خطأ بالمختبر، صح لو خطأ؟ يجوز أنا الخطأ بالتحليل مالتي.
فلازم شنو أسوي حتى أثبت to confirm the diagnosis؟ شنو أسوي؟ نعيد الريدينج. بسرعة زين، وإذا هم عدنا الريدينج وطلعت نفس النتيجة ويعني إذا طلعت نفس النتيجة أبنورمال هذا وشخصتي على أنه ديابتك. إيه يعني هو أنا قصدي هنا يعني إنه يعني تقولي نعيد الريدينج ما نقدر أسوي كروس علاجين مرات، شنو يصير ماماتي؟ يصير خطأ بالتحليل، مثل أنا ما عندي سيمتوم ورحت التحليل طلع لي قيمة خطأ، فحتى أثبت إنه تشخيص مالتي يكون صحيح وأثبت إنه فعلا أنا عندي دي إم لازم أعيد التست إذا كنت أسيمتوماتيك. أوكي أسأل هنا كله واضح؟ ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو gestational diabetes mellitus اللي هو مثل ما تعرفون DM occur during pregnancy. طبعاً هنا أنا هو يكون risk للمذر وللفيتس، فالمفروض إحنا يعني نسوي diagnosis وينطون treatment يعني من البداية حتى نقلل من الريسك. وأكو أيضاً risk factor for gestational diabetes mellitus، مثلاً إذا كانت الومن يعني عندها مثل family history of DM، إذا obese، إذا عندها previous gestational diabetes mellitus، إذا عندها previous high birth weight baby، هاي كلها تعتبر risk factor for gestational diabetes mellitus. طبعاً مفروض أكو فد يعني screening test تصير بالبداية بداية الحمل، إذا بالبداية طلعت القيم normal يعني بالبداية مفروض يعيدون التست بالأسبوع 24 إلى 28 من البريغنانسي. أوكي مفروض أكو سكرينيك تيست بداية الحمل بالفيرست ترايمستر، إذا ما أكو شيء يعني طلعت القيم طبيعية مفروض ينعاد هذا التيست بالأسبوع 24 إلى 28 من البريغنانسي. طبعا هنا أيضا تختلف القيم وكل قايدلاين يعني حاجي في الشغلة معينة، إحنا راح نمشي على الكتاب مالتنا قايل إنه في بعض يعني المراكز الصحية شو يسوون؟ يسوون في التيست يسمونه سوليفانس سكرينيك تيست، ينطون 50 جرام جلوكوز ويقيسون after one hour، فإذا كانت قيمة الجلوكوز ليفل أكثر أو تساوي 7 أو 8 بالعشرة ملي مول بير ليتر فهي تشخص على أنها with gestational diabetes mellitus. ينطون 50 جرام جلوكوز و after one hour يقيسون، إذا كانت أكثر أو تساوي 7 أو 8 ملي مول بير ليتر فتشخص على أنها with gestational diabetes mellitus. أو مو إلا هذا التيست، يعني إذا قاسوا fasting مثل ما ذكرنا مسبقا، إذا كانت قيمة الفاستينج أكثر أو تساوي 7 ملي مول بير ليتر، أو قيمة الراندوم 11.1 أو أكثر من 11.1، بعضهم يستخدمون قيمة يعني 9 يقولون يعني 9 بالبرغنانسي أيضا يشخصوها على أنها with gestational diabetes mellitus. بالإكويفوكال كيسز هاي قلنا الحالات المحيرة اللي هي لا ضمن النورمال ولا أبنورمال يسوون أورال جلوكوز توليرانس تيست. ورا الولادة أيضا يعيدولها الأورال جلوكوز توليرانس تيست، لأن بعض الأحيان يعني هي خلال الحمل يصير عندها وأيضا يستمر ما بعد الولادة، فالمفروض 6 week postpartum أيضا يسوي لها oral glucose tolerance test. هذا التست اللي هو تكلمنا عنه الـ HbA1c، شو تعرفون عن الـ HbA1c؟ أكو أحد عنده معلومة شنو هو الـ HbA1c؟ إذا كان مرتفع أكثر من 6.5 معناه إنه الدي إم صار لأكثر من شهرين أو 3. أوكي هاي على أي أساس اعتمدناها شهرين أو 3؟ على عمر الأرض. حسب السيمتوم يعني. على عمر الأرض. Good. الـ HbA1c طلاب هو تحليل السكر التراكمي. Good. إحنا تعرفون يعني الـ blood stream موجود بمجموعة من المكونات من ضمنها الـ RBC. داخل الـ RBC شنو موجود؟ موجود الهيموغلوبين. اوكي فمن يكون الجلوكوز ليفل موجود بهاي كونستريشن بالبلاستيرين يبدي يصير له يتراكم ويرتبط على الهيموغلوبين، يبدي هذا الجلوكوز يتراكم ويرتبط على الهيموغلوبين، فلذلك نسميه تراكمي. مثل ما قالوا زملائكم هو شنو يعتمد؟ يعتمد على اللايف سبان مات الار بي سي اللي هي شقد، هي تقريبا 120 يوم اللايف سبان، فبالتالي الاتش بي اي 1 سي راح يعكس لنا المين بلازما جلوكوز كونستريشن للبريفيوس 6 to 8 weeks. بعض المصادر تقول للشهرين السابقة وبعضها تقول 3 أشهر السابقة، هو بالاعتماد على اللايف سبان، فمصدرنا يقول إنه هو 6 إلى 8 week يطلع لنا البلازما جلوكوز كونسنتريشن during أو للبريفيوس 6 إلى 8 week. أكو أيضا إلى نورمال فاليو أو نورمال فاليو، يعني أقل من 5 و7 بالعشرة يعتبرها نورمال فاليو، لكن
أكثر أو يساوينا 6.5 هاي هي abnormal value، هي يعني شخص يعني شخص على أنه ديابتك. إذا كانت قيمة الـ HbA1c أكثر أو تساوي 6.5 أوكي. طبعاً مثل ما الـ advantage الـ disadvantage أو limitation، وطبعاً بالنهاية إن شاء الله حطلب معكم homework طلعوا لي limitation مات الـ HbA1c مات الفركتوزامين، أريدكم تقرون شوي يعني بشكل أوسع عنها. الادفانتجز مالتها هو نستخدمها بالدياجنوسيز، الشخص ما يحتاج انه يكون فاستينج، اطلع لي مات ال6 الى 8 ويك يعني المسبقه، لكن ايضا الى ليميتيشن او ديس ادفانتج. ما افضل استخدمه بالبريجننسي، ما افضل نستخدمه مثلا في حاله الهيموليتيك ديزيز، لان تعرفون هو عباره عن شنو قلنا، جلوكوز متراكم مرتبط على الهيموغلوبين، فبالهيموليتيك ديزيز ما راح تعطيني قراءه صحيحه للاتش بي اي 1 سي. فمثل ما قال انه ديس يعني ادفانتج نفس الوقت الى ليميتيشنز او ديس ادفانتج. اوكي هسه واضح الاتش بي 1 سي هو عباره عن جلوكوز متراكم مرتبط على الهيموغلوبين، باعتماد على لايف سبان مات الار بي سي راح يطلع لنا البلازما المين بلازما جلوكوز كونسنتريشن لل6 لل8 ويك السابقه، والى نورمال فاليو اللي هي اقل من 5.7 واكثر او يساوي يعني اكثر من 6.5 او يساوي لنا 6.5 هاي هي دياجنوستيك فاليو للدي ام. التست ايضا عندنا الفركتوزامين اذر تيست فركتوزامين. الفركتوزامين شنو طلاب؟ شنو الفركتوزامين مر عليكم؟ اماماتي فركتوزامين. الفركتوزامين طلاب هو عبارة عن جلوكوز bind to the protein اللي هو mainly albumin. أوكي؟ جلوكوز bind to the protein اللي هو mainly albumin. فهو عبارة عن glycated albumin. هنا نفس الشيء يعتمد عليه من على half-life مات الالبومين اللي هي 20 days. فبالتالي هو طلع لنا الجلوكوز level لل 2 إلى 4 week السابقة. أوكي؟ بالاعتماد على half-life مات الالبومين. ايضا الى ادفانتج ديس ادفانتج، يعني انا افضل استخدمه بالحالات اللي ما اقدر استخدم بها الاتش بي اي 1 سي، اللي هي مثلا ذكرناها البريجننسي، في حاله مثلا الهيموليتيك ديزيز. لكن وين ما افضل استخدم الفركتوزامين برايكم؟ هسه من خلال كلامي هو عباره عن جلايكيتد البومين، فوين ما اقدر يعني ما اقدر استخدمه؟ امراض الدسليبيديميا، امراض الدسليبيديميا البومين هو البومين مرتبط بالالبومين. ترى بنسرع البومينيمي بنسرع ادم هايبو بالهايبو البومينيميا جود، يعني الحالات اللي تسوي لي هايبو البومينيميا ما افضل استخدم الفركتوزامين. اوكي هو عباره عن جلوكوز مرتبط بالالبومين، طبعا اكو يعني في ميكانيزم انه الجلوكوز يرتبط بالالبومين يتحول الى جلوكوزامين، بعدين الجلوكوزامين يتحول الى فتحة يعني شكل اكثر ستيبل اللي هو الفركتوزامين، لذلك احنا سميناه فركتوزامين. هاي ما ندخل بها يعني توسع بها زين. هذا الفركتوزامين يطلع لنا الجلوكوز ليفل اللي هو للاسبوعين الاربع اسابيع السابقه، وله ادفانتج وله ديس ادفانتج من يعني ليميتيشن انه ما نقدر نستخدمه بالحالات حالات الهايبو البومينيميا، يعني مثلا مثل من مثل في الاند ستيج ليفر ديزيز، يعني حالات تسوي لي هايبو البومينيميا، لانه انا عندي هو عباره عن جلوكوز بايند تو البومين، فبكي حاله بالهايبو البومينيميا ما راح تطلع عندنا قيم حقيقيه للفركتوزامين، راح يكون اكو فد ايرور يعني، يعني تطلع قيم خاطئه. عندنا شغله ثانيه ايضا الجلايكوزيوريا. الجلايكوزيوريا يعني هو جلوكوز ابير ان يورين، مثل ما تعرفون هو الجلوكوز المفروض ما يطلع عندنا باليورين، لانه لما يوصل للكدني يصير له ري ابزوربشن، بس يمتصل عندنا جلايكوزيوريا من يكون الجلوكوز كونستريشن أكثر greater than renal threshold اللي هو 180 ملي جرام بير ديسيليتر. من يكون الجلوكوز كونستريشن أكثر من renal threshold اللي هو 180 ملي جرام بير ديسيليتر يبدي يطلع عندنا جلوكوز باليورين. بس مو فقط يعني الجلوكوزيوريا هي صار في حالة الجي ام، يعني من الحالات اللي تسوي لنا جلوكوزيوريا اللي هي diabetes mellitus، جلوكوز containing infusion، البريجننسي، اكو رينال جلوكوزيوريا مثل فانكوني سيندروم. هذا الفانكوني سيندروم هو مشكله بالري ابزوربشن، فمو فقط بالدي ام، اكو كذا حاله ايضا يصير بها جلوكوزيوريا. فبالتالي احنا ما نقدر نستخدم جلوكوزيوريا بالدياجنوستس،
أو السكرينينج، لأنه هو مثل ما هو يعني يظهر عندنا بالدي أم، يعني حالات أخرى ممكن نسوي لنا جلايكوزيوريا، لكن أكو بعض الكيسز هسه مثلا نشوفها بعدين راح نستفاد من وجود الجلايكوزيوريا بالتشخيص. عندنا أيضا كيتون إن يورين أور بلاد اللي هي الكيتونيميا والكيتونيوريا. مثل ما تعرفون طلاب أنه هسه نتكلم إحنا عن الدي أم، الشخص اللي هو يكون ويل دي أم هو عنده جلوكوز بس ما عنده إنسولين كافي حتى يدخل الجلوكوز إنسايد السير، مو صحيح؟ يعني هو الجلوكوز برا أوكي موجود لكن ما عنده إنسولين يدخل الجلوكوز إنسايد السير، فبالتالي الخلية تحتاج إنرجي، تحتاج إنرجي، فشو راح يبدي يصير؟ راح يصير لايبوليسز. اللايبوليسز راح يطلع لي فاتي أسيد وكيتون بادي. الكيتون بادي هنا تستخدم as source of energy، بس من يصير لي accumulation تبدي تسوي لنا مشاكل، مثل في حالة الدايابيتيك كيتو أسيدوسز، أيضا راح نتكلم عنها بعدين بالنهاية بالتفصيل، مثل جماعة الدايابيتيك كيتو أسيدوسز أشوف سرعتهم كيتونيوريا. أيضا غير الدي أم الستارفيشن، الفاستينج، الكهوليك كيتو أسيدوسز. أوكي هاي هنا شو راح يصير؟ راح يصير لايبوليسز، يطلع عندي فاتي أسيد وكيتون بودي، وهاي الكيتون بودي من تتجمع يصير لها accumulation راح يسوي لنا كيتون، يعني يظهر عندنا كيتون باليورين. من الحالات اللي يسوي عندنا كيتونيوريا اللي هي دابت الكيتو أسيدوسز، الكهوليك كيتو أسيدوسز، الستارفيشن، الفاستينج. ننتقل آخر شيء complication of DM. أكو عندنا late complication اللي هي retinopathy, nephropathy, neuropathy, microangiopathy and microangiopathy. هاي تأخذوها بالتفصيل مفروض بالنظر، يعني ما نطلق لها هواية. راح نتكلم بشكل بسيط عن acute complication, metabolic complications of DM. مثل من acute complication اللي تحتاج emergency treatment برأيكم؟ هماماتي كيتو أسيدوسز ويحتاج الامرجنسي، الدايابيتيك كيتو أسيدوسز الدي كي اي بعد نسميها اكيوت كومبليكيشن، الهايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما والهايبوغلايسيميا، هاي كلها نسميها شنو؟ اكيوت ميتابوليك كومبليكيشن اوف دي ام اللي هي تحتاج امرجنسي تريتمنت. الدايابيتيك كيتو أسيدوسز طلاب هو اكثر شيء يوجوالي اكر ان تايب 1 دي ام. اوكي اكثر شيء نشوفه عند الجماعه اللي هم تايب 1 دي ام، يوصل الجلوكوز ليفل لل 20 الى 40 ملي مول بير لتر، واكو بريسبيتيشن فاكتور لها، اكو بريسبيتيشن فاكتور للدي كي اي اللي هي مثلا انفكشن، المايوكارديال انفاكشن، تروما، اذا شخص ناس ياخذ مثلا الانسولين، هاي كلها تعتبر از بريسبيتيشن فاكتور. زين شخص والدي كي اي شنو راح يصير عندي؟ أنا خاصة لكم بهاي الفدر هذا المخطط حتى تفهمونه. يعني إحنا شنو قلنا؟ قلنا شخص اللي هو يكون عنده دي أم يا أما يكون عنده إنسولين ديفيشنسي أو إنسولين ريزيستنس حسب مثلاً تايب 1 أو تايب 2، أيضاً إنسولين ديفيشنسي أو إنسولين ريزيستنس. زين فهو عنده جلوكوز، هذا الشخص عنده جلوكوز بس ما عنده إنسولين كافي يدخل الجلوكوز إنسايد السيل. زين السيل تحتاج إنرجي، قلنا شو راح يصير عند الشخص؟ راح يصير عنده لايبوليسز. زين اللايبوليسز شو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا فاتي اسيد وكيتون بودي كسورس اوف انرجي. بعدين هذا الكيتونز اذا تجمع شو يسوي لي؟ يسوي لي اسيدوسز. الاسيدوسز راح يؤدي للفوميتنج وديهايدريشن، وبعدين راح يصير عندنا هايبوتنشن اند شوك. هذا الهايبوتنشن اند شوك راح يحفز الكاونتر ريجولاتوري هرمون اللي قلنا تشتغل عكس الانسولين. اوكي راح يحفز الكاتيكولامين، جلوكاغون، كورتيزول، جروث هرمون، وهذه الشيء تشتغل عكس الانسولين راح تعيد لنا نفس السايكل. يعني ايضا راح يسوي لنا لايبوليسز وفري فاتي اسيد، كيتون بودي، اسيدوسز، وتنتهي فوميتنج، ديهايدريشن، وهاي بوتنشن اند شوك. زين الجلوكوز هذا انسايد السيل لو، فصار عندنا لايبوليسز وهاي الشغلات، بس الجلوكوز يعني برا الخليه هو هاي، يعني هو بالبلد ستريم هاي الجلوكوز. فشنو الشخص عنده؟ عنده هايبرغلايسيميا، هايبرغلايسيميا يعني بس ما عنده انسولين يدخل الجلوكوز داخل الخليه.
فهايبرغلايسيميا يعني شنو معناته؟ يعني جلوكوز يوريا راح يصعد الجلوكوز ليفل يكون اكثر من الرينال ثريشولد، فيطلع عندنا جلوكوز باليورين جلايكوز يوريا ديوريسيس، راح يصير ديستربنس ايضا بالالكترولايت ويسوي لنا ديهايدريشن وهاي بوتنشن اند شورت، وبالتالي هذا راح يحفز الكاونتر جلاتري هرمون، ويعيد عند انسولين ديفيشنسي راح يصير عنده لايبوليسيس، كيتون بدي تتراكم، اسيدوسيس، ديهايدريشن، هايبرغلايسيميا، اوزموتيك دايوريسيس، جلايكوز يوريا. نلاحظها هذا الشخص اللي عنده دي كي اي. العفو دكتورة، تريتمنت شنو ينطونه؟ شنو ننطي تريتمنت للدي كي اي؟ نعم نعم. بس صوتي يعني قطع قبل شوي، تقدرين تعيدين هاي السايكل؟ هاي العفو قطع صوتي. تكلمنا عن الدي كي اي ماما، قلنا الدي كي اي دايبت الكيتو اسيدوسيس هو اكثر شيء يصير عند الجماعه اللي هم تايب 1 دي ام، ويوصل عندهم الجلوكوز ليفل بعض الاحيان ل 20 ل 40 ملي مول بير لتر. واكو بريسبيتيشن فاكتور اللي هي مثلا انفكشن، مايوكارديال انفكشن، اذا شخص هو مثلا ناسي ياخذ انسولين، تروم، يعني حصول زين. شخص with DKA شنو راح يصير عنده؟ شنو راح يصير عنده؟ أنا لخصت لكم بهذا المخطط، إنه الشخص إحنا قلنا هو DM، فالDM شنو معناته؟ either insulin deficiency أو insulin resistance، يعني هو شنو عنده؟ كمية الإنسولين مو كافية حتى تدخل الجلوكوز inside the cell، يعني هو عنده جلوكوز ما أخذ جلوكوز، لكن ما عنده إنسولين كافي حتى يدخل الجلوكوز inside the cell. زين، هاي السيل تحتاج حتى تحصل على انرجي لايبوليسيس، اللايبوليسيس راح يعطينا فاتي اسيد وراح يعطينا كيتون بودي، الكيتون راح يسوي لي مشاكل، يسوي لنا اسيدوسيس، بعدين فوميتينج، يحفز الفوميتينج، ديهايدريشن، هايبوتنشن اند شوك، وبالتالي هذا الهايبوتنشن اند شوك راح يحفز ريجلاتوري هرمون وراح تشتغل عكس شغل الانسولين، ايضا تعيد لنا نفس السايكل. المحور الافشنسي، وقلنا الجلوكوز داخل الخليه لو، بس برا الخليه الجلوكوز هاي، هاي برا الخليه يعني بالبلس ستريم هو هاي، فايش راح يصير عند شخص هايبرغلايسيميا عنده؟ زين هايبرغلايسيميا من يعبر رينال ثريشولد، زين جلايكوزيوريا راح يسوي لي اوزموتيك دايوريسيس، اوزموتيك دايوريسيس ديهايدريشن والديهايدريشن اند شوك، وبالتالي ايضا راح يحفز الكاونتر ريجولاتوري هرمون وتشتغل عكس الانسولين وتنعاد نفس السايكل. اوكي، فلما يجي الشخص مثلا وذ كوما مثلا المستشفى، شنو يبدون يعطونه؟ التريتمنت اللي نعطيها بالدي كي اي هي فلويد حتى نعوض الديهايدريشن اللي عنده، وينطون انسولين، وننطي يعني نسوون مونيتورينج لل يعني للمونيتورينج لل الالكترولايت وللبوتاسيوم، وبعض الاحيان ينطون بوتاسيوم. البوتاسيوم اكو شغله مهمه بالبوتاسيوم طلاب، هو ليش يصير عنده اصلا هايبوكاليميا؟ اكو احد عنده معلومه عن البوتاسيوم في حاله الدي كي اي؟ لا مر عليكم معلومه؟ شنو مسؤول انسولين؟ اي هو راح يصير اكو ديستربنس بالالكترولايت والبوتاسيوم، يعني كي قلتي الانسولين ماما شنو علاقه الانسولين بالبوتاسيوم؟ تقدرين توضحي لي؟ تشوفوا علاقه طبيعيه ما بين الانسولين والبوتاسيوم. اي البوتاسيوم والانسولين، الانسولين من يدخل جلوكوز انسايد السيل شو دخل وياه؟ المفروض بوتاسيوم ضمن الميكانيزم مالته، وفد ميكانيزم هي معقده يعني، بس بشكل مبسط انه هو يدخل ايضا بوتاسيوم ضمن الميكانيزم اوف اكشن مات الانسولين. بنفس الوقت عندنا هذا الاسيدوسيس هم سوالي في الديستربنس بالالكترولايت، وسوالي ديستربنس ايضا بالبوتاسيوم ليفل. زين، فالشخص من يجي للمستشفى يعني اون ادمشن راح يكون ببدايه هو عنده هايبركاليميا، من يبدون ينطونه انسولين وفلويد ايش راح يسوي الانسولين؟ الانسولين راح يدخل جلوكوز انسايد ذا سيل، يسوي شيفت للجلوكوز يدخل انسايد ذا سيل ويدخل البوتاسيوم، فشي تحول المريض الى هايبوكاليميا،
يعني من هايبر الى هايبو. بنفس الوقت احنا راح نصحح الاسيدوسيس، فاذا ايش راح يصير عند الشخص هايبوكاليميا من نبدي ننطي تريتمنت. فالمفروض يسوون مونيتورينج للبوتاسيوم ليفل وينطون بوتاسيوم اذا صار عندنا البيشنت يعني يكون وذ هايبوكاليميا. اوكي، فالتريتمنت هي فلويد حتى نعوض الديهايدريشن، نصححها وينطون انسولين ويسوون مونيتورينج للالكترولايت للبوتاسيوم، وبعض الاحيان ينطون بوتاسيوم اذا كان هو هايبو يعني عنده هايبوكاليميا. هاي ما يخص الدي كي اي. زين، عندنا اذر كومبليكيشن هو الهايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما. هذا الهايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما يصير اكثر شيء عند التايب 1 تايب 2 العفو دي ام تايب 2 دي ام، ويوصل الجلوكوز ليفل الى بعض الاحيان الى 50 ملي مول بير لتر. اوكي، وايضا اكو بريسبيتيشن فاكتور، اكو ايضا بريسبيتيشن فاكتور مثلا السيفير إلنس، الديهايدريشن، اذا مثلا ما اخذ جلوكوكورتيكويد، يعني هاي الشغلات تعتبرها از بريسبيتيشن فاكتور. سيرجري تعتبر بريسبيتيشن فاكتور للهايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما. هذول شنو يصير عندهم الميكانيزم؟ شوفوا هذا المخطط السابق مع دي كي اي ابو الهايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما، كميه الانسولين اللي عنده هي كافيه تو انهبيت لايبوليسيس، يعني ما يصير عنده لايبوليسيس ويصير عنده فاتي اسيد وكيتون واسيدوسيس، وهاي هذا المحور اللي بالاعلى، يعني كميه الانسولين اللي عنده هي كافيه تو انهبيت لايبوليسيس لكن غير كافيه تو انهبيت هايبرجلايسيميا وجلايكوزيوريا اوزموتيك دايوريسيس. يعني راح يصير عنده هايبرجلايسيميا، جلايكوزيوريا، اوزموتيك دايوريسيس، ديهايدريشن، وديهايدريشن راح يسوي لنا هايبوتنشن اون شوك ويحفز هذا الكاونتر ريجولاتوري هرمون، بس ما راح يصير عنده هذا المحور اللي بالاعلى، ما يصير عنده لايبوليسيس وكيتون بودي واسيدوسيس، لان عنده هو انسولين بس مو كافي مثل التايب 1. اوكي، والتريتمنت تقريبا ايضا يعني مقاربه للدي كي اي. اخر كومبليكيشن اللي هو الهايبوغلايسيميا. برايكم ليش يصير هايبوغلايسيميا بالدي ام؟ طبعا هو الهايبوغلايسيميا موضوع واسع، بس احنا ناخذ ما يخص الدي ام. مين تجي الهايبوغلايسيميا؟ يعني زياده سرعه الانسولين. جود، او نسى انه ياكل. شنو اسمك ماما؟ علياء فيام. اوكي، وبعد الجروب. اوكي ماما، طبعا المشاركه هم عليها يعني درجه هذه، وهم يعني تكون المحاضره تفاعليه، وما شاء الله انتم يعني معلوماتكم كلش حلوه ان شاء الله، نتعاون عليها بمحاضره ان شاء الله بالجزء العملي. مثل ما قال زميلتكم الهايبوغلايسيميا قد تكون بسبب انه ما اخذ فد اوفر دوز من الانسولين، او مثلا فد اوفر دوز من الاورال هايبوغلايسيميك دراج. بنفس الوقت مثل هو ناسي مثلا ما ماخذ فد وجبه ما ماكل، او مسوي فد اكسسيف اكسرسايز. زين، ايش راح يصير عند الشخص؟ صار عنده هايبوغلايسيميا. اوكي، الهايبوغلايسيميا يعني ساين وسيمتوم مات الهايبوغلايسيميا في حاله الدي ام، راح يصير عنده سويتينج، تاكيكارديا، شيكينج، فيلينج ويك، نوزيا، هاي يصير بسبب الهايبوغلايسيميا. والتريتمنت تعرفون بعد شنو التريتمنت بالنسبه للهايبوغلايسيميا. هنا ذكرت لكم تيبل، هذا اكزامبل على الحالات يصير بيها انكريز ليفل اوف جلوكوز هايبرجلايسيميا، حالات اللي هي يصير بيها ديكريز ليفل. واخر شيء عندنا شلون نقيس الجلوكوز ليفل، ان شاء الله هذا اشرح لكم اياه بوقت المختبر بشكل مفصل، يعني اللي هي نستخدم الانزيماتيك ميثود شلون نقيس الجلوكوز ليفل باستخدام جهاز السبكتروفوتوميتر، واشرح لكم ان شاء الله بوقت المختبر مبدا السبكتروفوتوميتر وشلون الطريقه اللي نقيس بها الجلوكوز ليفل ان شاء الله. وتوقعوا طلاب كل مختبر راح يكون عندكم اورال او يكون عندكم كويز. اوكي، اورال او كويز، وبعدين نحدد لكم موعد ان شاء الله للكولكتيف. هسه اريد من عندكم هوم ورك طلاب تسجلون يمكم، هذا الهوم ورك ما اريد تجيبونه الي بورقه، اريد تسجلونه وتطلعونه وتخلونه يمكم، يجي من عنده سؤال مثلا بكويز باورال بالكولكتيف، بس ما اريد هيك يعني تجيبونه الي، بس طلعوه بقوا يمكم، سجلوا يمكم الهوم ورك. اول نقطه اريد فاكتورز افكتنج اورال جلوكوز توليرانس تيست، فاكتورز افكتنج اورال جلوكوز توليرانس تيست، يعني من اسوي الاورال جلوكوز توليرانس تيست شنو اخذ بنظر الاعتبار، شنو الفاكتور ممكن تتداخل ويا النتيجه مالتي.
هذا تلقون إجابته موجود بكتابكم اللي هو Clinical Chemistry Croc مات النظري. سجلتوا هسه أول نقطة؟ سجلتوا ماما الهومورك؟ Factors affecting oral glucose tolerance test. زين. الهومورك الثاني أريده. أريد الأدفانتجز and disadvantages أو limitations of HbA1c and fructosamine. يعني وين أفضل أستخدمه؟ وين أفضل ما أستخدمه؟ يعني بالنسبة لل HbA1c ما أفضل أستخدمه بالنسبة للفركتوزامين. بس هذا واضح؟ الأدفانتجز and disadvantages or limitations of HbA1c and فركتوزامين. هذا ما يعني مو بالكتاب تلقون العفو بغير مصادر، بس كل مصدر يعني فد شيء موثوق وشيء مرتب. زين آخر homework أريد what are false positive and false negative results of glucosuria. What are false positive and false negative results of glucosuria. هذا تلقونه أيضا موجود بالمصدر مالتكم، موجودة الإجابة بنفس الشابتر. شنو الأشياء اللي تسوي لي false positive and false negative results of glucosuria؟ هسه هنا واضح ماما؟ سجلتوا الهومورك؟ نعم. الرابط مال الحضور نزلته لكم؟ سجلوا حضوركم حتى نهاية المحاضرة راح أغلق الرابط. بلا ما نزلته بالشات تأكد بداية المحاضرة. إذا ما موجود أرجع نزله مرة ثانية. أوكي. أكو أحد عنده سؤال، شيء ما فاهمه، نقطة ما فاهمها؟